اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده اليوم من صحتين وهنا. اليوم انا متحمسه كثير لانه انتم قبل هالمره قبل سنه بالضبط عم بتطلع اليوم عندي على الميموريز كان في معنا ضيفه وكثير انبسطتوا على اكلاتها الزاكين وطلبتوا منا ان نستضيفها مره ثانيه وهينا اليوم لبينا طلبكم واستضفنا هديل. هديل الجمل معنا، كيفك شيف؟ تمام الحمد لله. انت كيفك؟ تمام الحمد لله. هديل عندها صفحة على إنستغرام وبتعمل هي هاوية كتير بالطبخ وعندها صفحة كتير حلوة وبتنزل فيها معلومات حلوين وبتعمل أكل كتير كتير طيب. يعني أنا شهادتي مجروحة بس السنة الماضية هلأ بتذكر طعمة الأشياء الزاكية اللي عملناها السنة الماضية. اليوم عملتي لنا كمان أطباق صح؟ اليوم عاملة طبق واحد من ليبيا، يعني أنا أصلا متخصصة أكل ليبي بس طبعا بعمل أكلنا العادي. اليوم رح نعمل شوربة ليبية، هي شوربة يعني معروفة بليبيا ومن أطيب الشوربات صراحة. هلأ جوها جو البرد وهيك بدها إشي دافي، غنية بمكونات كتيرة فيها بروتين حيواني وفيها كمان بروتين نباتي. نبلش؟ منبلش. وعملتين إشي تاني كمان زاكي. وعملين كمان من تشيز كيك الدوار الشمس محلاها وكمان عاملين طبق رئيسي سمك. سمك سمك بالكمون والثوم. اوكي، هو اكثر شيء بحبهم السمك، يعني انا بحس السمك اكثر شيء بحبه الكمون والثوم. هاي وصفه عن جد رح تعتمدوها يعني. طب خلص يلا منيح، خلينا معناها نبلش بوصفاتنا. رح نبدا بوصفه الشوربه بس قبل ما نبلش بدي اذكركم تتابعونا على عمان تي في اوفيشال وعلى عمان تي في كيتشن، رح تتابعونا لايف وانا بدي اقرا اي تعليقات انتم بتبعتوا لنا اياهم لانه بهمنا دائما رايكم. نبدأ بالشوربة إذا هيك. يلا ناخد المقادير. للشوربة الليبية رح يلزمنا بصلة كبيرة مفرومة ناعم، لحم عجل قطع صغار، 5 معالق كبار صلصة طماطم، 4 معلقة كبيرة زيت نباتي من الكرم، ملح، بزار اللي هو البهار الليبي، فلفل أحمر باودر، 1 كوب معكرونة لسان العصفور، 2 علبة حمص حب من الكرم، 1 كوب بقدونس وكوب كزبرة و2 معلقة كبيرة نعنع ناشف. هلا رح نبدا. والله المكونات خفيفه لذيذه الصراحه، وزي ما حكيتي فيها بروتين حيواني غنيه جدا والنكهه كثير قويه، نكهه الكزبره صراحه بتعطيها هيك طعم غير شكل مزاكي. والنعنع الناشف بالاخر بغير كل الطعم اخر شيء. معناها بدنا ننتبه كمان اليوم للتبس اللي رح تعطينا اياهم هديل بما انها هي متخصصه بالاكل الليبي فبتقولنا النعنع الناشف للاخر. طب خلينا نشوف ايش رح نعمل فيها. هلا اول شيء هون على طنجره محميه على النار بنضيف تقريبا 4-5 معالق زيت. اوكي، احنا مستعملين طبعا اكيد زي ما تعودتوا علينا ببرنامجنا زيت الكرم من عباد الشمس. اوكي حطينا شوي زيت. هلا بنضيف اللحمه بس يحمى شوي الزيت. بنضيف اللحمه عشان ما تنزل ميتها فبس هيك يعني بدك اياه يكون حامي معناها. طبعا. طب اللحمه اللي مستعملتيها هديل لحمه عجل بس بزبط انه لحمه خروف وبزبط. في ناس بحبوها بجاج فبيقدروا يستعملوا جاج. اوكي، والتقطيع حياتنا للي بحبوا الاشياء اللي طبعا. وعلى فكره انا مرات ما بيكون جعبالي لا لحمه ولا جاج فبعملها بدون ولا شيء، بتكون اوريدي فيها بروتين اللي هو من الحمص اللي موجود. طيب وتقطيعتها هلا تقطيعها حسب كل حدا شو بحب، في ناس بحبوها انه اصغر من هيك. انا عملتها زي الاستراغانوف. اوكي اوكي، يعني بنقطعها هيك شرايح طويله عشان اسهل للاكل بالشوربه كمان. مزبوط صح. طيب هلا انا رح اضيف اللحمه على الزيت بعد ما تاكدت انه الزيت حامي فبنضيف عليهم اللحمه. انت من زمان بتحبي الاكل الليبي صح هديل؟ كثير بحب الاكل الليبي كثير، بحسك عندك هيك تخصص فيه للاكل الليبي وباكله بالاشياء الزاكيه اللي عندهم. شغال معلش احنا الغاز عندنا ايام له حركات بس بحبينا غشنا. انا اذا رح انقلها لا هلا بتحمى هديل عادي. خلاص تمام خليها. اوكي هلا بتحمى هيها. طيب هديل كمان شفتك حاطه معاها معكرونه اللي هي هاي اللي هي لسان العصفور. لسان العصفور هاي. أوكي. هي الشيء المميز بهاي الشوربه. احنا بالعاده ما بنستعمل احنا شورباتنا يا شعريه يا صح. اما خضار صح. هاي هي الشيء اللي بيميز الشوربه الليبيه كمان. هاي بنضيفها بنص مرحله السوى. اوكي
طيب لاحظت كمان انك انت اخرتي البصل، ما حطيتي البصل، يعني بتبدي فيها باللحمه، بس شوي باللحمه بالضبط، انه بعدين بضيف عليها البصل عشان البصل اوريدي مفروم تقريبا ناعم، صح. فمش راح ياخذ كثير وقت زي اللحمه. وبتعرفي انا هاي انا وياك بنطبخ نفس الطريقه، انا مشان هيك بحب هذه كثير. انا بحس البصل لما بينضاف بعدين بضل محافظ على حاله من البدايه، بدوب هيك بحس بالذات بالشوربات. هلا انا لما بدي اقلب لحمه مفرومه لا بضيف البصل بعدين بضيف اللحمه، بس بالشوربات لا بتحبي يعني تخليه. بدي اخليه شوي عشان يضل محافظ على قوامه. مزبوط صح. طيب نبدا هلا بنقليها. هلا بس بدنا نقلب اللحمه شوي. انا بدي اشوف، ابدا اقرا تعليقات المشاهدين بس شوي دقيقه. هيها ميسون حدادين بتسلم علينا وانا بسلم عليكي ميسون، تقول شيف هاني حلو عليكي اي شكرا، والله شكرا يا فهد. وشكرا ام عادل النمري بتقول ام نساء الورد والياسمين شيف هانيه واهلا بالضيف المميزه هديل. وائل اعرج بسلم عليكي كمان. وام رعد الرواشفه بدي اسلم عليكي كثير، انا دائما ما بكون صحيح لي اقرا انا التعليقات على الهواء، بقراها دائما بعد، بس هيك والله ما احلى المسجز اللي بتبعتهم. يا احلى شيف هانيه وشيف هديل، ممكن يا شيف هانيه تعملي لنا زيتون المحشي؟ ان شاء الله بعمل لك اياه ام رعد. وانور بيسلم علينا، انور الحطاب اهلا وسهلا فيك. وام محمد دويك بتسلم علينا وبترحب بضيفتنا هديل كمان كثير، شكرا. وسوزان كمان بتسلم علينا. طيب أوكي. هلا انا راح اضيف البصل قلبه شوي مع اللحمه بعدين بس يدبل شوي بنضيف صلصه البندوره. اوكي. وطبعا زي ما بنعرف بالاكل الليبي لما نضيف البندوره عشان شوي اللي هي الصلصه بنضيف البهارات عشان بهاي المرحلة تتسبك وتاخذ كل الطعم. أوكي. قبل ما نضيف المي او السائل يعني اللي بدنا نضيفه. انا لاحظتك كمان كاتبه بزار اللي هو البهار الليبي. اللي هو البهار الليبي، بتقدري تحكي لنا عليه اكثر شوي؟ هذا هو المكون الرئيسي فيه، هو كركم. في ناس بيخلطوه مع شويه توابل اخرى وفي ناس بيخلوه هو هيك، بس هو هذا مع الشطه الحمراء الباودر هو اساس الاكل الليبي. اوكي. اللي هو الكركم يعني معناها هو صحي كمان. قد ايش صحي؟ لانه الكركم معروف قد ايش هو مقاوم للسرطان وبيرفع المناعه، صح. ومنيح كمان للكلى بكميات طبعا بسيطه، انه قد ايش منيح للجهاز الهضمي. طيب انتصار العقود كمان بتقول ما شاء الله عليكم على عرض الطبخ الليبي، حبيتكم من ليبيا. طيب بدنا منك يا انتصار انت وكل المتابعين تعملوا شير كثير لهاي الحلقه بالذات حتى ننشر اكثر عن الطبخ الليبي اللي كثير ناس ما بتعرف عنه للاسف، يعني مظلوم المطبخ الليبي. فيا ريت كلكم اذا بتحبونا ضلكم اعملوا شير 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 لتوصل لكثير ناس اكيد. وباسلة بدي اسلم عليكي. ميسون حدادين واحنا قلنا كل التحيات منا لإلك لكل اهلنا اللي بشيكاغو. طيب هديل طيب. هلا لبين ما تقلبيهم اللحمه مع البصله قبل ما نضيف هذه بدنا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم. يعني بدي اقول لكم الريحه بتشهي عن جد، ريحه اللحمه مع البصله مع هذا التقلاي ولسه ريحه البهار هلا لاني شميتها بالفاصل بتجنن. طب رجعنا معاكي ضيفتنا المميزه هديل الجمل، عمالك بتعملي لنا، عندها صفحه اسمها كاشيك على فكره، راح احط لكم اياها عندي على السوشيال ميديا. طب هلا ايش بدنا نعمل؟ هلا بدنا نضيف صلصه البندوره. اوكي. فوق اللحمه وطبعا بهاي المرحله بنضيف توابل. وكميه منيحه بنضيف من صلصه البندوره بالضبط، زي 4 معالق كبار، يعني من الباكيتات الصغيره هاي ممكن باكيتو شوي لهي الكميه. طبعا. اوكي. طيب بهاي المرحله قلنا رح نضيف التوابل اللي هي ملح. ورح نحط فلفل حار باودر. اوكي. يعني هي طبعا شوي حره. حره. هو كل الاكل الليبي اجمالا يعتبر اكل حار يعني، وزكاوته بحرورته ومع البرد صراحه بدفي. مزبوط صح كلامك، خاصه احنا هلا بدت هيك الاجواء تدخل شوي بالزبط. هيك على هلا رح احط من البزار تقريبا معلقه كبيره وشوي. الحار بنقدر نتحكم فيه طبعا، بتعرفي يعني اذا بالبيت عندنا الناس مش كثير بتفضل حار ممكن نخففه. بس هو كل ما كانت حاره كل ما كانت زاكيه. طب ممتاز. طيب في هون سؤال من ام محمد دويك. محمد دويك بدي اسلم عليك كثير، بتعرف قديش انا بحب تعليقاتها دائما تفاعلها. بتقولنا شو الفرق بينها وبين شوربه الحريره المغربيه؟ صراحه الحريره المغربيه الحريره هذيك الحريره
الحريرة المغربية ما لها دخل بتاتا بالشوربة الليبية. هي الإشي المشترك إنه فيها بقول. هون إحنا بس حمص، هديك أظن بيحطوا كمان عدس غير الحمص، بيحطوا كرفس. وبيحطوا كرفس مزبوط. وبرضه بتكون الصلصة تبعتها فيها بندورة ولا بتكون حمرة بس مش زي هاي، هاي مسبكة بتكون أكتر. صح. وهاي طيب. بهاراتها ليبية وكل إشي فيها مختلف. صح. ونوع البهارات بيفرق من ليبيا للمغرب، لا يعني بيشبهوا شوي بأشياء بس هاي لا. صح، في اختلاف بيناتهم. أم يوسف كمان بتسلم عليك وبتقولك يعطيكي ألف عافية وعلى الوصفات الشهية. شكرا. ريماس عبد الله بتقول بحب أكلاتك شف هديل كتير كتير. أنا حبيبتي. ريماس عبد الله حبيبتي، أهلا سهلا. أهلا فيكي. وسندريلا نسلم عليها. إخلاص المناصير بتقول مساء الورد على أحلى وردتين شف الجميلة هاني حبيبتي المتكتكة، وشكرا كثير على الحلقة الحلوة، وأهلا وسهلا بالمبدعة هديل حبيبتي. حبيبتي إخلاص. طيب. هلأ إحنا طبعا بدنا وقت شوي لتتسبك بس هلأ بهاي المرحلة رح أضيف المي السخنة. المي السخنة أوكي، أشوف لك إذا هداك البريق بركي فيه. يمكن استكتنجيلها هاي هيك. أوكي مطبخنا الحلو، احلى مطبخ. برضو كتير هي عم بيجينا كتير مسجات، رح احاول اني اقراهم كلهم. من ليبيا تحيه للاردن بلد النشامه، شكرا لتقديمكم الاكل الليبي. هاي من الحياه امل، شكرا لك يا الحياه كمان، شكرا لكم. وبالفعل هذا واجبنا ان نقدم الاكلات الليبيه والكل هيك نعمل عليها هايلايت، الكل يعرف قديش هي اكلات طيبه عن جد. انا هذا اللي عم بحاول اعمل دائما على السوشيال ميديا او لما اطلع على التلفزيون، لانه كثير ناس ما بيعرفوا كثير عن الاكلات الليبيه، وصراحه كثير اكلاتهم زاكيه. يعني صح صح، يعني مظلوم المطبخ الليبي بالاردن عنا، لازم ينحكى عنه اكثر. معاكي حق. واحمد مفتاح بقول ما شاء الله عليكم، انا معاكم ام مصعب من ليبيا، احلى قناه واحلى شيف منورين. احنا بليبيا بنقدم معاها محاشي شروبه وشي مهم شربة. في رمضان محاشي الشوربه. طيب هلا طبعا هاي وصفه برمضان كل يوم تنعمل. يعني فعليا على العشاء دائما انه كمان المحاشي. هلا انا راح اضيف الحمص. طبعا هو عشان وقت البرنامج يعني انا راح اضيف شوي، يعني بدها هي وقت اكثر عشان تستوي اللحمه. بس هلا راح نضيف الحمص وراح اضيف شوربه لسان العصفور. وطبعا انت مستعملي حمص من الكرم. يس. حبته صغيره وكثير بيعطي طعم زاكي. واسهل من انه نجيبه ونقعد نسلقه هيك، فهيك اسرع يعني. مزبوط صح كلامك. اوكي هلا راح اضيف شوربه لسان العصفور. حطي المعكرونه لسان العصفور زي ما حكيت لكم. أه. انتصاري القعود متابعتكم من ليبيا وحبيت وهو مش عارفة أقرأها مظبوط، بس بتقول إنه بدي أسلم عليكم جميعا. الله يسلمها يا رب. أهلا فيكي. طيب هلأ رح أضيف الكزبرة والبقدونس. هلا بكونوا يعني استووا تقريبا هديل. هلا تقريبا يعني بس تقريباً. يستووا منضيف عليهم. اوكي قبل ما يستووا بشوي منضيف البقدونس وكميه منيحه من الكزبره. الكزبره بتعطي طعم مش معقول شو زاكي. اوكي في ناس طبعا بفضلوا بس كزبره بدون بقدونس، في ناس انه لا اثنين صراحه اثنين كثير زاكيين. انا شخصيا من الناس اللي بتحب الكزبره بالاكل، بحس كثير بعطي هيك بعطي غنى للاكل لما بده ينحط فيها. بس انا شخصيا ما بغليها كثير مع الاشي ولا انا ما بحب. بس بهاي الشوربه شوي تاخذ غلوه يعني. اوكي غلوه وحده معناها. طيب كمان بدنا نسلم على هنادي، وبدي اسلم على ميس عمران وعلى ميس شرعان وعلى عدنان العوامله، بقول احلى قناه والله. شكرا لك يا عدنان. الحلو كمان اليوم بحلقتنا بما انها مميزه وفيها هاي الاكلات الزاكيه، حلو انه تعملوا لها شير حتى تضل عندكم على صفحتكم على فيسبوك. انت ما بتحبوا بتقدروا تدخلوا وتعملوها للوصفات. صراحه وصفات شتويه زاكيه كثير زاكيه. انت هون محضرتي لنا، هون محضره عشان تكون مستويه. صح محضرتي لنا هون هديل، محضره واحده فيها مستويه اللحمه اكثر واخده راحتها بالاستواحيه وتسبيكها والحمص. طبعا الحمص لانه بيحتوي على النشا فبتلاحظوا انه شوي بيعقد الشوربه وبيعطيها تقل. طيب هلا احنا باقي في عنا شويه وقت، دانا بنقدر ناخذ وصفه السمك اذا سمحتي. يلا رح يلزمنا لسمك بالكمون والثوم، 4 سمك دينيس،
أربع رؤوس ثوم مهروس ناعم، كمون، فلفل أحمر باودر، ملح، زيت زيتون وملح. يلا اوكي، هلا احنا حضرنا، انت جايبه لهاي الوصفه سمك دنيس. لازم يعني بيقدر الواحد اي نوع، بتقدروا اي نوع سمك. ممكن زبيدي طبعا، حتى البرمندي الكبير كمان كتير زاكي فيه. أوكي. بس يعني انه هذا يمكن اكثر الناس بتحب صح. يعني بتحبه سمك. انا بحبه سمك دنيس، وبعدين بحب فيه انه متوفر دائما صح، وسعره منطقي، ممكن تاخذوه مجمد كمان يكون سعره احسن واحسن، فهو مش زي ما الناس دائما بتتخيل السمك شيء هذا، لا الدنيس سعره كثير منيح وطعمه كثير رائع الصراحه، انا من الاسماك اللي بحبها كثير. بدي اذكركم كمان بصفحه هديل، لانها بتنزل عليها كثير ريسيبيز واشياء، وانا بتذكر لهلا انت من السنه الماضيه قلتي لي كنتي عملتيها، انها هي صدقه جارية. كل الوصفات اللي بعملها هي صدقه جاريه عن روح والدي. عن روح والدك. حلو انه الكبار يعني هيك الله يرحمهم اللي تعلمنا منهم اشياء وبتضلها عنا هيك على طول، بتتوارث من اجيال لاجيال. بقول يعني حلو وصفات تكون هيك متوارثه قد ايه هي، عشان هذا يعني احنا بنحب نعمل خير دائما، بس هذا شيء رح يضل مستمر يعني صح. انا بحس كل حدا رح يتعلم وصفه كثير رح يعني يوصل الاجر ان شاء الله. اكيد اكيد. طيب احنا خلينا نطلع لفاصل صغير هديل، ونرجع نحكي اكثر عن سمك الدنيس وطريقه هديل فيه. يلا خليكم معنا. ورجعنا لكم مره ثانيه بحلقتنا بصحتين وهنا. معنا بدي اذكركم انه معنا ضيفه اسمها هديل، هديل الجمال، عملت لنا اكلات من ليبيا، وهلا عملنا اول شيء الشوربه الليبيه، وهلا عم بدها تعمل لنا السمك. السمك معروف تبع هديل قد ايه هو طيب، فاحنا هلا رح ناخذ منها السر تبع السمك الزاكي تبعها. اخذنا المقادير هديل وحكينا عن سمك الدنيس صح مزبوط. هلا السمكه بعد ما بننظفها طبعا ملح وليمون بننشفها منيح، وبعدين الخلطه هي هاي اللي بتعطي الطعم الخطير عن جد لهاي الوصفه. رح احط هون ثوم مهروس كميه منيحه، يعني زي راسين ثوم. لاحظت كميه منيحه كبيره. اوكي رح تحط راسين من الثوم هون. عمالهم وفاء علي عم تعمل هون مداخلة، بتقول البزار الطرابلسي عبارة عن كركم صافي، بس هون في الجبل عبارة عن مجموعة كبيرة من البهارات المشكلة بالضبط، ما بعرف أهل البلد أدرى مني، بس بيبيعوها حب وأنت بتطحنيها صح مزبوط. هذا اللي قلت لك يا إنه البزار من مكان لمكان بفرق، في ناس بيقولوا له بزار مخلط هو بيكون فيه خلطة توابل، بس الأكثر كركم، وفي أماكن تانية بيكون لا يعني مختلفة التركيبة كركم لحال. طيب هون أنا حطيت كمان هون الثوم، حطيت عليه شطة باودر كمية منيحة، بس طبعا حسب أهل البيت قد ايه بيقدروا يتحملوا، بس كمان هاي وصفة كتير طيبة تكون حارة. شوية ملح والكمون نحط كمية منيحة، نحركهم كتير منيح، نضيف شوية زيت زيتون عليهم حتى يتجانسوا أكثر مع بعض. وهو اصلا رح يكون يعني بس شوي، لانه رح احط على وجه السمك، يعني هديل رح نوصل قوامه لانه زي البيست. ايوه بالضبط زي البيست، زي المعجون لازم يوصل قوامه عندكم. بدي اسلم على ام علي علوش، بتقول انا يوميا بتابعكم على التلفزيون من ليبيا وتحديدا بنغازي. اهلا فيك يا ام علي، انت وكل متابعينا من كل الوطن العربي. هلا هي خلصت، هاي بشرق ليبيا. اهلا فيهم، اهلا فيها. طيب عن جد هلا انا رح استعمل ايدي معلش. وعدنان العواقلي بقول ما شاء الله عليكم استمروا، برنامج كتير حلو، شكرا للشوربة زاكي عن جد زاكي وريحتها بتشهي. طب هلا هديل عم تعجنها بايدها. اوكي ثوم مهروس منيح، حطينا عليه الكمون، وحطينا عليه شويه شطه وشويه ملح وشويه زيت زيتون نقدر ما نحط الزيت، بس يعني بيسهل علينا انه نحشي السمكه مزبوط. هلا السمكه بيخلي قطعتك بخليه يتماسك وبخلي السمك يمتصه اكثر، يمتص التوابل. هلا احنا اوريدي رح نحط على وجه السمكه. أوكي. فانا بس رح أملح شوية السمكة من الجهتين. أوكي
ملح عادي بنحط، مو ضروري يكون كتير. انه خشن او بحري عادي. اي ملح، اي نوع ملح. هلا انا بهاي السمكه عامله شقوق بالسمكة زي ما انتم شايفين، بتقدروا يعني الشكل اللي بدكم اياه، بتقدروا ثلاث خطوط هيك بالعرض، بتقدروا زي ما انا عامله بهاي الحزوز بنعبيها حشوه من المعجون، من هذا المعجون الثوم. طبعا الريحه يعني الريحه رائعه، انا بحكي لكم الريحه بتشهي. وفي سمكتين بالفرن هلا عمالهم متبلين بنفس التتبيله، ريحتهم كتير طيبه. هو بتعرفي لازم الواحد يدخل السمك بنظام اكله يعني ولو مره بالاسبوع لانه قديش بيحتوي على فوسفور وعلى يود وال ففكره حلوه. وانا بتعرفي شو عجبني فيها الوصفه؟ ما بدها شغل كثير، ما بدها شغل كثير ابدا، كثير بسيطه بس الطعم عن جد بالمره يعني كثير زاكي، كثير زاكي. يعني كل حدا لما اكون عامله اكل وماما عامله سمك، هاي السمك مستحيل ما يسألوا عنها طريقة يعني عن جد زاكية. يعني هذا الحكي مناسب لأي حدا زينا مثلا بيشتغل، بدكم تعملوا وصفة سريعة وتكون ما بدها تاخد منكم وقت كتير، وبتقدروا تحضروها قبل بوقت كمان طبعا، بس نحط بالفرن شغلتها سهلة. أنا مع هاي الأكلات. بتعرفي إنه السمك أصلا ما بياخد وقت بالفرن، يعني يدوب نص ساعة، مرات حسب نوع السمك أو حم الفرن ممكن ياخد ساعة لربع بالكتير، يعني حتى ما بياخد ساعة. طب هديل أنت مع المدرسة اللي بتقول إنه السمك يتغطى ولا إنه لما بغطي. يكون بالفرن ما مش مغطي؟ أنا بغطي وبس يستوي بشيل عنه عشان تحمير. تقدري تحمري بالضبط. يعني كمان بهاي الطريقة بيصير استواء أسرع طبعا. صح. لما بتغطى. طيب. أكيد. أنا هلأ هون كمان رح أحط جواها غروب الأمل. تسأل معلش تعيدوا لنا تتبيلة السمك غروب، هلأ بنحكيها بسرعة بس هي موجودة هلأ على صفحتنا. تتبيلة السمك توم تقريبا للسمكتين هدول بدهم راسين توم مهروس ناعم، وبنحط عليهم شطة باودر وكمون، شوية ملح وزيت زيتون. بس هيك بهاي البساطة بنعمل شقوق بظهر السمكة وبنحط بالحشوة هاي بهاي الشقوق. طيب وزيت انت ما حطيتي يعني غير كمية بسيطة؟ هلا عشان كمية بسيطة فيها. بس لما بدي احطها بالفرن لا بحط كمان اكتر شوي. يعني على وجهها هيك بحط رشة زيت على وجه السمكة. ترجع بتحط على وجه. طيب والليمون بس بكون حواليهم حواليها بس ما بنحطه مع التتبيلة لانه في ناس كمان بتقول انه الليمون بيهري السمك لانه عادة السمك اطرى بكون من اللحمة ومن الدجاج. صح، عشان هيك ما بياخد اصلا وقت يعني كتير بالفرن. سعاد بن كمان، يا الله اليوم شو عنا متابعين من كل الوطن العربي ومن عن جد من المغرب العربي. بتقول سعاد احلى تحيه واكبر تحيه من ليبيا الى الاهل الاردن، وتسلم ايديكي شيف هديل. حبيبتي الشيف هديل مبدعه. دانا بتقول كمان حبيبتي. وعن تجربه والله بالفعل انها مبدعه. طب انا عم بطلع اليوم كنت بصفحتك هديل، لاحظت كمان انه في كتير حلويات ليبيه. صح. مشهوره يعني. صح. احنا ما بنعرفها كمان، ففي اشياء شفتك منزلتيهم زي الغريبه، زي الغريبه. ايوه هي الغرينات. احنا عملنا مره بالسنه الماضيه عملنا المقروض اللي هو واحد مزبوط. من اشهر الحلويات الليبيه. ان شاء الله بنعمله مره ثانيه، يعني بنعمل الغرينات كتير كمان طيبه باللوز وهيك. طيب انا هيك الحشوه صارت عندي جاهزه، السمكات جاهزين وتبلتيها دخلت تبلتها. هلا راح احط بالصينيه الفرن. السنة الماضية أنا لهلأ بتذكر عملت لنا هديل أكل كتير زاكية، كانت كوسة. صح بتذكره. حشت لنا إياه بس كان بطريقة مختلفة تماما، يعني مش زي اللي إحنا بنعرفها، وشكلها زي الوردة وطالعة منها الرز، يعني كانت كتير إشي مميز كطعم وكشكل كانت. طيب هلأ الليمون رح أحطه هيك على جنب. نقدر نقطع بندورة، بنقدر بطاطا. انا صراحه بالصينيه اللي بالفرن هلا حاطه بطاطا. البطاطا أوكي. بسلقها هيك يعني يدوب نص سلقه عشان ما رح تسوي لحالها بنص ساعه. باقي الحشوه بقدر احطها اوزعها على السمكه من جوا، بتقدر تحطيها على الخضار اللي حاطتيها حواليهم. مزبوط بتعطي طعم زاكي كثير. طب يعني هي الصراحه ما بتاخذ وقت، هاي يعني ثلاث ارباع ساعه بين تتبيلها وبين حطتها بالفرن ما رح ما بتاخذ ابدا وقت. بالفرن كيف تكون بتحبي تكون حرارته؟ الفرن يعني بين ال 180 و 200 صراحه. أوكي. وبحطه على اخر رف من تحت لتحت. بياخذ تقريبا نص ساعه 45 دقيقه بالكثير، يعني بكون فيها اخر خمس دقائق اخر خمس دقائق بحمرها. هلا بس رح احط شويه زيت زيتون على الوجه،
شوية زيت عشان كمان لما بدها تحمرها بتعطي هيك قرشة وطعمة زاكي. وبالسمك بالذات دنيس لأنه فيه نسبة دهون مرتفعة يعني صح. ما منضيف مي. إذا احتجنا ممكن نضيف هيك مقدار يعني زي فنجان صغير القهوة. بس فنجان القهوة بس يعني لأنه ما رح نحتاج. هلا بغلفها ونحطها بالفرن جاهزة. في مرة واحدة تعلمت منها إشي، كانت تحط السمكات لما بتعمل السمكات كاملين هذه الآن بتصفتهم جنب بعض وبتترك راس السمكات مكشوفين وبتغطيهم. بقولها ليه بتعملي هاي الحركة؟ بتقولي قال عشان الهواء يدخل ويعمل يعني انه يدخل من هاي الجهة منه بتكون الكاميرا السمكة، بس بذات الوقت في تنفيسة من هون قال عشان ما يعني بقول الدنيا كل الناس لهم. بس انا صح. كان المنظر كثير بضحكني. لا انا بعمل زيك لما اغطي بغطي كامل يعني طيب انا بس هون نرجع بس للشوربه أوكي. عشان خلص تقريبا استوت. هلا قبل ما اطفي عنها راح افرم نعنع نعنع شف اوكي يعني بايدك بتفركيه وبتحطيه وبحط عليها. يعني بمقدار تقريبا معلقتين كبار وبعدين بكتم عليها بالغطاء وخلص بطفي عنها النار أوكي. هيك بتكون استوت يعني. طيب معناها احنا هلا بين ما انت تحطي النعنع الناشف خلينا ناخذ مقادير الوصفه الاخيره اللي هي وصفه الحلو. يا لحلى دوار الشمس رح يلزمنا 2 كوب بسكوت، 100 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، 2 كوب حليب باودر، وواحد ونص كوب لبن، نص كوب سكر، وظرف كريم كراميل، و12 قطعة بسكوت. يلا اذا هيك احنا حطينا هلا السمكات زي ما شفتوا خلصتهم هديل، رح نحطهم بالفرن عنا على حراره منيحه تقريبا بدهم نص ساعه ل 45 دقيقه. رح نطلع فاصل صغير رح نسكب فيه الشوربه ونرجع لكم نكمل الحلو معكم. ورجعنا لكم بحلقة مميزة كتير زي ما انتم شايفين معنا مع شيف هديل عمالها بتعملنا أكلات ليبية اللي هي الشوربة الليبية عملتها وعملت لنا السمك. وهلأ بدنا نعمل الحلو احنا وياكي الحلو اللي هو هذا البشهي. أنا من أول ما دخلت على الحلقة وأنا بتطلع عليه بقول امتى بدنا ناكل منه. فمكوناته شفتها بسيطة وما بدها مش وما بياخد وقت بالمرة. مزبوط صح. فيها بسكوت شايفة وفيها هذا، بس بدنا نقرب هذا الصحن شوي لقدام عشان التصوير ماشي. يلا اوكي بس بدي اخذ الخلاط. هلا انا اليوم بدي اسلم على زميلتنا فانيتا، دائما انا وياها بتقول لي انا هون وقع معك كهربجي انزل اجيب لك الاغراض. سلم عليكي فانيتا ونقول لك اشتقنا لك كثير. وهي الخل هذا بدك بس القاعده تبعته دقيقه. يلا الله يسلمها دقيقه. يلا هاي هيك اوكي طيب. هدي يلا هاي المايكروفون معك يلا احكي لي هلا بدك. احنا حكينا المكونات عندنا هنا تقريبا كوب من او كوبين. انا عامله هلا نص الكميه بس عشان يعني أكيد. الوقت لانه احنا محضرين بس الكميه كامله بتعطينا هذا المقدار اللي هيك بتعطينا 24 حبه. اوكي ممتاز ممتاز. طيب هلا هون انا عامله كوبين بسكوت مطحون اللي هو البسكوت اللي احنا بنستخدمه بالعاده للتشيز كيك اللي هو بالبنخاله بنخاله اوكي تمام. رح نضيف عليهم 100 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه. في وفاء عمالها بتطلب منك يا هديل تعملي لهم محشي ليبي وخصوصي سلق وفليفله كثير زاكي بتقول كثير زاكي السلق كثير. طيب انا هون رح استعمل ايدي اوكي عشان انه اتاكد انه وصل لكل جزء بالبسكوت المطحون انه زبده. سعاد برضه بتسلم بتقول انا كمان من ليبيا عم بسلم عليكم. خولة عمارين بتقول مساء الفل والياسمين لاحلى شيف هانيا والشيف هديل. شكرا لك يا خولة حبيبتي. وفوفو فوفو بتقول انا مرحبا شيف هاني انا فاديه من ليبيا بحبك وبحب ضيفتك هديل وانا من متابعينكم وفي اكلات كثير حلوه يا ريت تستضيفيها مره ثانيه وتعملنا اكلات ليبيه ان شاء الله. والله يا فوفو ان شاء الله هيك بتزبط. احنا بنحبك كمان فوفو حبيبه قلبي.
وميس كتير في تعليقات عن جد يا الله ما أحلاهم، ومن ملاك كمان أحلى تحية ليبية لهذه القناة الرائعة وهذا البرنامج الناجح، شكرا لكم. هلأ هانيا هون أنا تأكدت أنه وصل كل مكان بالبسكوت صار فيه زبدة. أوكي. فهلأ اللي رح نعمله بس قولي لي إيش أساعدك، معلقة. دي معلقة كبيرة. يلا أوكي. في وحدة صغيرة معلش. بصير أوكي. هلأ هون أوكي. أنا عندي صينية الكب كيك بحط فيها ورق الخبيز بس عشان ما يلزق بالصينية. مظبوط صح. منوزع كمية البسكوت على الصينية. على الصينية تقريبا بدنا زي معلقة مليانة. يعني معلقة كبيرة تكون بالضبط. اوكي. وخيرية بتقول خيرية شنير انه يعطيكم العافية شيف، انا كمان عم بعمل صيادية سمك، هذا كلنا احنا هيك بدأ شوي الجو يبرد وكلنا هجمنا على الاكلات اللي بتدفي عن جد سمك. اوكي اوكي رح اوزع الكميه واضغطهم. بهذا الوقت شو رايك نضيف هون بالخلاط؟ بدنا نضيف الحليب الباودر مع اللبن الزبادي والسكر، سكر عادي. أوكي. يعني مش سكر ناعم، نخلطهم. هي مرتبت لكم اياهم هديل، هي الحليب الباودر. اوكي هي الطبقه الاولى هون، والطبقه الثانيه اللي هلا بدنا نحطها اللي بالخلاط اللي هي حليب بودره، حليب بودره ولبن زبادي ولبن والسكر السكر. اوكي والسكر هون عنا. اوكي اوكي هاي هون رح نحطهم بالخلاط. اوكي هلا اوكي يعني رح يدوب الحليب عنا بالمحصله مع اللبن. بالضبط اكيد هي هيك. طيب اوكي اوكي هلا هون يلا ايش تعملين لنا هلا هون؟ بس بهاي الاداء او بكاسه بنقدر بس نضغط البسكوت عشان ياخذ شكل الكب اللي محطوط فيه من تحت. بالضبط يعطينا القاعده تبعت الميني تشيز كيك. اوكي وهاي اذا لاحظتي هانيا حتى ما فيها ولا نوع اجبان. يعني حلوه الصراحه وخفيفه سهله ويعني خفيفه مفيدة. على الجيبه يعني خفيفه على الجيبه ومفيده لانه هي بس لبن ولبن وحليب بودره وهذا يعني حتى مفيده للاطفال صح يعني ممكن يحبوها صح بيقدروا يساعدوك يعني اذا بتعملوها مع اطفال كثير رح ينبسطوا انه يساعدوكم فيها. صح حلو الصراحه حبيت. هون كتير برضو لسه إبراهيم عم بيسلم بقول إبراهيم نوفل بقول الأكل والحلو شكلهم بشهي شكرا على الإبداع. وفروحة وأبو لبن بتقول أفخم شيف هدول المبدعة رتابة وتكتكة بالمطبخ ووصفات ليبية بتشهي من تحت إيدها حبيبتي. وسوسن بتقول أبدعتي شيف هديل. طيب. فعلا أبدعت. طيب. هلأ إحنا هون خلطناهم. بدك تصبيهم فوقهم بس دقيقة أعملهم آخر خلطة دقيقة. اوكي اوكي هلا بنضيف بعد ما خلطناهم بنضيف كميه مناسبه يعني كميه هيك طبقه منيحه فوق كميه او القاعده اللي عملناها من البسكوت والزبده. بنقدر نحمي الفرن، هي رح تاخذ 5 دقائق بالضبط. 5 دقائق اوكي لانها هي ما فيها شيء يعني أبداً. ما فيها اجبان ما فيها شيء بده وقت اكثر فبس 5 دقائق وعلى اي حراره هذه على 180 180 والله هاي الأكلة عجبتني بتعرفي وأغراضها أنا بالبيت بالضبط دائما أغراضها موجودة ومكوناتها قليلة ما وكتير سهلة وكتير زاكية عن جد. طبعا التوبينج بنقدر إذا ما بدنا يكون شكله دوار شمس بنقدر نحط أي نوع فواكه مثلا مع جيلي مناسب لإله كمان بيطلع إنه كتير طيب. يعني ممكن مثلا نحط حبات فراولة صح. عليها مع جيلي فراولة فراولة أو إشي هيك بس أنت اليوم عملتينا إياها بشكل مغري زي عباد الشمس أنا حسيتها نفس عباد الشمس. طيب هلا بعد ما نحطها بالفرن لمده 5 دقائق بنكون جايبين البسكوت اللي كلنا بنعرفه الشوكولاته بكون على شوكولاته بس بنشيل الطبقه البيضه منه وبس يطلع من الفرن ويبرد شوي بنحط بنص الخليط اللي عندنا
بهاي الطريقة. طبعا لأنه بيكون جامد هذا الخليط اللي عندنا اللي هو الطبقة الثانية بتكون جامدة، بنقدر نحطها بسهولة وبتضلها على وجه الخليط أو الطبقة الثانية. وبنعمل بمي سخنة مغلية مع كريم كراميل بس بالمي، عشان هيك بيعطي هذا اللون الأصفر. احنا بالعادة الكريم كراميل نخلطه مع حليب عشان ناكله صح. كريم كراميل صح مظبوط. فهذا اللي بيعطينا بالمي، بالمي يعني ركزوا، هاي كل باكيت مهمة. كريم كراميل بده كاسة مي مغلية نخلطهم ومنحط طبقة عليها. اوكي طيب هلأ رح أقيمها. اوكي اوكي طيب ممتاز، معناها هذه ما بدها وقت كثير وشغلتها سريعه وما طبعا أحلاها. كل المقادير بالاكواب المعياريه هدول. اها اوكي، انا بدي اسكب من الشوربه، مش قادره امسك حالي لاني صراحه هي ها رح احط من الشوربه شوي هاي هيك، كثير شكلها زاكي الشوربه يا جماعه. بدي اقيم المعلقه عشان عم تحجب المنظر للناس. بدي أدق لكم إياها، يعني وصفاتك اليوم كلياتها زاكية هديل، زاكية وسريعة ويعني تقريباً المعظم متوفر بكل بيت. اسمع الشتوية خريفية هيك على هالطقس، بما أنه الكل قاعد بالبيت هلأ وعشان ما بدنا نطلع ونتطلع على كسوف الشمس وهيك، فبنصحكم أنكم تجربوها، غراضها بالبيت وكتير سهلة. يعني هاي اليوم عملنا الصراحة، عملت لنا اليوم هديل سفرة كتير حلوة بنفسها الحلو، وأنا ما رح أحكي، رح أخلي هلأ هديل هي اللي تحكي لكم عن أكلاتها الزاكيين اللي أنا هلأ دقت منهم. هيني ها البداية دقت الشوربة كتير زاكية، احكي لنا هديل إيش عملتي اليوم. أوكي اليوم عملنا 3 وصفات. الوصفة الأولى هي وصفة ليبية، هي وصفة الشوربة الليبية المشهورة كتير والكتير طيبة. وهيني دقتها أنا بحكي لكم إنها بتشهي عن جد. وعملنا كمان صينية السمك بالثوم والكمون. كمان هاي سهلة كتير وسريعة وكتير طيبة صح. وعملنا حلو دوار الشمس اللي هو الميني تشيز كيك اللي بشهي هيو كمان اللي ما في مكونات كتير. أنا كتير انبسطت اليوم باستضافتك، وأنا كمان يعني هيك أعطيتينا أفكار جديدة للبرنامج، أعطيتينا وصفات كتير لذيذة ما بدها مكونات كتيرة ما بدها تعب، كتير سهل إنه تعملوها، أغراضها متوفرة عندكم بالبيت، وبذات الوقت بتكونوا دخلتوا هيك طابع إشي زاكي لبيوتكم ولسفرتكم. الشوربة بتشهي، أنا هلأ شربت منها، يسلموا إيديكي، السمكات بشهوا كل شيء. كتير انبسطنا فيكي هديل الجمال اليوم حبيبتي. وإن شاء الله هيك منحب نستضيفك إن شاء الله لقدام مرة تانية أكيد. ومتابعينا الحلوين الرائعين بدي أقولكم شكرا لكل حدا علق وكل حدا بعت لنا استفسارات، وإن شاء الله منرد عليهم كلهم وبنرجع منلاقيكم بكرة بحلقة جديدة من صحتين وهنا. باي باي.